بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. عاودنا رجعنا لكم في فيديو جديد، وهذه المره عاودنا رجعنا لاجهزه الاستقبال بعد ما مشينا بعدد الفيديوهات في اجهزه الاندرويد تي في والجوجل تي في بصفه عامه، تي في بوكس. اليوم عاودنا رجعنا وجينا بجهاز رائع ورائع جدا، واللي هو الاوكتو ميني اسو الاوكتو ميني اسو كما راكم تشوفوا. هذا هو الجهاز، هذا الجهاز اللي راه الناس كامل بدات تسقسي عليه بسبب الضجه اللي راه دارها، انه الجهاز الوحيد اللي راه ستابل وراه يفتح القنوات في قمر أسترا، القنوات الفرنسيه. هنا كي نحكوا على البوكي تاع بيان سبور من الديس، ونحكيو على البوكي تاع تي ان تي فرانس، ونحكيو على لي بوكي تاع الكانال بلس. وهذا الجهاز راه ثابت بنسبة 100%، ورانا مجربين وراح نديرو لكم، يعني احنا درنا تجربة من قبل ودرنا فيديوهات قصيرة، وراح نعطيكم التجربة نحطوها في تيليجرام باش ما نطيحوش في مشكل في قناتنا في اليوتيوب مع البث وحقوق البث تاع القنوات، وهكذا ما يكونش عندنا مشكل. المهم راح نديرو تعريفة على واش كاين داخل الجهاز، ونحكو على المواصفات تاعو، وايضا نشعلو ونشوفو المينيو ونشوف كيفاش نديرو له التحديث. وعلى فكرة التحديث تاعو راه يجي بالملف قنوات فيه لي فافوري، يعني القائمة المفضلة بالنيوز بالديفيرتيسمون بالكولتور بعديد التفضيلات سبور ايضا، وبالاقمار يجي فيه نيلسات استرا هوت بيرد والاوتيلسات 5 دبليو في والاوتيلسات دبليو في 3. راح نفتحوا العلبة ونشوفوا واش كاين فيها. بسم الله على بركة الله خوتي، كيما ديما نقول لكم ما تنساوش تدعمونا القناه تاعنا في اليوتيوب وفي كامل منصات التواصل الاجتماعي. عندنا في الفيسبوك، في الانستغرام، وفي التيك توك، وايضا في التليجرام، هكا باش يكونوا التحديثات اللي نحطوهم ديما يلحقوكم، وايضا باش تشجعونا باش حنا ثاني نكملوا ونواصلوا باش ندير لكم هذا المحتوى تاع أجهزة الاستقبال وأجهزة تي في بوكس، باش الجميع يعني يلقى مصدر جزائري. ولو للعلم أنه هذا الجهاز أوكتو أس أو مينو، أنا أميني أنا أول مرة كي جبتو حوست إذا كان فيه ناس حاطين الجهاز هذا مراجعة عليه باش نقدر نعرف كيفاش باش ما نطيحش في الأخطاء، ولكن ما لقيت حتى يعني محتوى عربي يحكي عليه. فوالا الحاجة الأولى اللي جينا في العلبة الجهاز بحد ذاته صغير، نعود نرجع ليه كتيب التعليم شهادة الضمان من شركة أوكتو، دليل المستخدم لا. حتى تركيبة تاع الجهاز يعني كيفاش الشركة كيفاش حطت ونظمت العلبة ما شاء الله. عندنا كلي تاع واي فاي شركة أوكتو، تيليكوموند، عندنا فيش اير، ترانسفو 12 فولت، شاحن 12 فولت و1 امبير، كابل اتش دي ام اي، وهذا المره يجي شويه طويل بارابور للاجهزه الاخرى اللي تجي في الشركات الاخرى بدون ذكر الاسماء. وهنا جينا العلبه الصغيره هذه، اللي انا لما فتحت العلبه اول مره والله يعني صح لقيت باللي اهتموا بالتفاصيل، اهتموا بالتفاصيل كما راكم تشوفوا في العلبه هذه. واش راح تلقى؟ تلقى تيليكوموند، تلقى تلقى لي بيل، بطاريات، تلقى هذه البطاريات، تلقى هذا اللاصق هذا من الجهتين، وتلقى هذا السيبور الصغير هذا باش تقدر تركبه مع التليفون مع الجهاز باش تقدر تلصقه. انا عجبتني عجبتني هذا البادره من شركه أوكتو، ولو انها يعني عاديه ولكن عجبتني بزاف. فوالا راح نعاودو نحطو واش كاين في الجهاز، كل حاجه في مكانها. فوالا هذا واش كاين في الجهاز، عندنا تيليكوموند الجهاز
كوتيب مع الضامان، وعندنا فيش اير كلي وي في اوكتو كابل اتش دي ام اي وترونسفو والعلبه الصغيره اللي راح تنال الاعجاب. راح نحيو كل شيء هذا اكوتي وراح نولو للجهاز نحكو فيه. كما كتشوفوا الفيديو راح بدون مونتاج بدون اي حاجه، يعني كامل بدون مونتاج بدون اي حاجه اضافيه. بون راح نحكيو على الجهاز واش كاين فيه. فوالا الجهاز كما راكم تشوفوا ميني صغير. فوالا واش عندنا فيه؟ عندنا البورت اليمونطاسيون 12 فولت، عندنا الافي مدخل الافي، مدخل الفيش اير اش دي ام اي، تونر تونر هذا نعاودو نحكو عليه ان شاء الله. عندنا زوج مداخل تاع يو اس بي ومدخل تاع الار اس 232 كيما راكم تشوفوا هنا هابليك. فوالا كاين بزاف ناس راه حكات على على التونر كيما راكم تشوفوا هنا، حكاو بزاف قالك بلي كاين فيه مشاكل مع الاوكتو. انا على حد حسب علمي بانه ما كاش مشاكل بزاف، بصح كاين بعض الاجهزه اللي تصرا فيهم مشكل تاع انه التونر هذا يخسر ولا ما يجيبش سينيال. شركه اوكتورا عندها محلات اللي يعني عمل اعاده اصلاح هذا العطب هذا، يعني تقدروا تواصلوا مع اقرب بائعين لكم وين يقدروا يدوا لكم الجهاز عند الشركه ويعاودوا يصلحوا لكم هكذا باش يكون عندكم حتى مشكل. خاوتي نركبوا الجهاز ونجيبوا الفلاش ديسك ونديروا له عمليه تحديث دقيقه ونعاودوا نرجعوا. فوالا خاوتي هذا هو هذه الواجهه، سمحونا نصوروا بالهاتف مازال ما ركبناش اجهزه تاع التصوير الداخلي للاجهزه باش يكون عندنا جوده عاليه. رانا نصوروا بالهاتف ونديروا محتوى باقل ممكن اقل امكانيات ممكنه. هاوليك الجهاز كيما راكم شفتوا ركبنا الفلاش ديسك باش نديروا له التحديث، ومن بعد ان شاء الله ركبوا له اليو اس بي. كاينه نصيحه باكيتك في كامل الاجهزه، في كامل الاجهزه كي تكون راح دير التحديث نحي ديما الكلي تاع الواي فاي باش ما يصراش من بعد مشكل في عدم قراءه الجهاز للواي فاي. بون هذا المينيو باش نتعرفوا عليه، عندنا هنا ريغلاج دونتيل كيما كاع الاجهزه، كاينه خاصيه تاع الدي في بي فايندر باش تربطوه بالجهاز تاع الدي في بي. هنا راح تلقى لا ليست تاع لي شان، هنا دير موديفي ولا سوبريمي ولا اد فافوري. في الريغلاج هنا عندك لا لوغا، عندك الوقت الافي او دي اس لا كولور ساتو اي بي باش دير الاعدادات تاع تاكتيفيها ولا تخليها. هنا يبدا السيستم انفورماسيون على السيستم، هنا باش دير له سمحوا لي بك خاوتي، هنا باش دير له ريسيت فاكتوري يعني اعاده ضبط المصنع. الله اكبر كلمه حق. هنا عندنا السوفتوير اوبغريد، هنايا كي تحب دير له تحديث عن طريق اليو اس بي، هنا عن طريق الانترنت، هنا وين تدخل باش تشوف الانترنت. وهنا هذه دوك تروح الشركه هم الاي بي تي في هذو كامل دوك يروحوا الباش منيو كامل كي نديروا التحديث، يعني ماناش محتاجين لهم وحنا ديما لازم نشوف بالتحديث الاخير. راح ندخلوا هنا ركبوا بعد ما ركبوا الجهاز، راح ندخلوا هنا سوفتوير اوبديت كما راكم تشوفوا، ونخيروا هنايا يو اس بي اوبغريد ابليكاسيون نخليها هكاك، ونروحوا هنا فايل باث يعني ملف وين راه متوفر ملف تحديث، نضغطوا على اوكي يو اس بي سي ونحوسوا نلقاو هنا هذا التحديث اوكتو ميني اس او الفيرسون 1.3.0 اللي خرجت في 17 جانفي نوفمبر 2022. راح نضغط عليها اوكي، من بعدك بعد ما يكتب لنا يعني الباث ولا المسار تاع التحديث راح نضغط هنا على اوكي ويبدا التحديث بالعقل. احنا الحاجه اللي ننصحكم بها ما تقطعوش الكهرباء على الجهاز اثناء التحديث، سينو راح يروح لكم في البوت كما كامل الاجهزه واللي عندك مشكل في الاقلاع. راح نخلوه يتحدث ونعاودو نرجعو ونكملو الفيديو مع بعضها. فوالا الجهاز هكذا تحدث وعاود شعل. اول حاجه راح نديروها المينيو كيما العاده، ونروحو لهنا وين كاين ريغلاج دونتال. ها نريغلو ال ام بي، ال ام بي طريقه سهله، نخيرو الساتيليت الفوق ونجو لهنا وين كاين دايزك 1.0 ولا 1.0،
ونخيروا البورت يو اس بي دو البورت قلت عفوا يو اس بي البورت تاع وين رانا دايرين حنا الكابل تاعنا في السويتش ويرجع لنا يولي يجيب سينيال. هذه هي الطريقه يعني تخير هنا الساتيليت اللي حبيت ومن بعد كي تخيروا تجي لهنا وتخير البورت على حساب واش راه عندك في السويتش تاعك. هذه يا خوتي نجيو لهنايا هنا باش دير الويفي تاعك. لما تركب الكلي تاع الويفي راك رايح تجي لهنا وين كاين ريزو راك راح تجي هنا وين كاين ريزو تدخل تلقى الويفي ومن بعد داك راه اون اون اون. انت باش دير لا ريشيرش على الويفي راح تضغط على البوطون فير الزر الاخضر تكليكي ويبدا يريشيرشي ولا يخرجوك لا ليست تاع الويفي اللي كاينين. انا مش راح نديرهم. المهم بعد ما دير لا ليست تخير بارمي ليست تاع الويفي تاعك تخير الويفي ودير له المود باس ويتكونيكتا صايي تعاود تخرج منا. هنشوف هنا واش كاين دات لونغ اور كل شيء حاجه ما نحتاجوهاش. ميزاجور لوجيسي راح يولي يخرج لك هنا لتحت ورينيشاليزاسيون دوز راح تخرج هنا داكور. فوالا خاوتي دوكا راح نحكيو على الصح والمفيد اللي كاين في الجهاز هذا. اول حاجه الجهاز هذا راه فيه اي بي تي في ستالكر ستالكر كيما تشوفوا لمده عام ستالكر اي بي تي في لمده عام تدخل لهنايا وتتفرجوا الام 3 او تقدر دير الاكستريم تقدر دير اليوتيوب راه عندنا الفوق. احنا نجيو هنا وين كاين لي سيرفر ندخلوا وين كاين الهيشار ومن بعد هنا تكليكي على بليز لوجين كونفيرمي سوف غاردي لوجين دير اوكي يعطيلك لا دات جديده. انت لما تكونيكتي بالواي فاي ودير تخير السيرفر الاول هذاك كوني ودير له كونتيني فوالا دير له هنا كونفيرمي يعطيك لا ليست يعطيك لا دات جديده. الهيشار يجي فيه 730 يوم الله اعلم ولا 750 يوم يعني مده سنتين. والاي بي تي في راح يجي فيه 12 شهر يعني مده عام كامل. في الجهه دي تاع الميديا عندنا ساتو اي بي سيرفر دي ال ان اي بلاير اذا حبيت تشغل من الهاتف للجهاز لي فيشي ولا لا ميوزيك ولا لا فيديو ولا لي فوتو اللي كاينين في في الفلاش ديسك ولا حبيت تقراهم عن طريق الجهاز. كما قلنا الجهاز اوكتو ميني راه حصريا 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 راه يفتح قنوات الفرنسيه على الاسترا كما راكم تشوفوا هنا ديفيرتيسمون املك القنوات الفرنسيه ومن بعد عندنا لي كانال هذو كامل يتفتحوا عن التجربه. راح نحط لكم الفيديو في التليجرام راح نحطوه في اليوتيوب خاوتي اوشوايا انيمو شاسي باش هذيك اللي ماشي تفتح في الاقمار باش تفتح في الجي و ستار سات وما غيرها في سيرفرات الفان كامل فور ايفر هاي تفتح هنايا لا جوناسي للدراري سبور سبور هذو كامل القنوات يتفتحوا عن تجربه راح نحط لكم الفيديو. والحاجه المليحه شي يقول الجهاز يجي معاه الكلي تاع الواي فاي ويجي معاه ثاني سيرفر لمده سنتين. انا الجهاز هذا عجبني بزاف واليوم ديتو الكليون وكان تري ساتيسفي الحمد لله. نشكروا شركه اوكتو ونتمنوا ان شاء الله انهم يزيدوا يقدموا ويزيدوا المزيد وين يخلوا العديد من القنوات مفتوحه وبثبات. كانت هذه هي مراجعه الفيديو اليوم على جهاز اوكتو ميني اس اللي على ما اظن ما كانش اللي دار عليه من قبل المراجعه. الجهاز كما راكم شفتوا هذا هو جهاز صغير وبسيط وش راح نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وسلام ما تنساوش تدعمونا باللايك والشير.